محمد فضل، هل الاهلي فاز لانه امبي كان النهارده مش في حاله جيده؟ وخلينا نعترف انه امبي لعب شويه اللي بعد الهدف الثاني النادي الاهلي حوالي 10 دقائق في الشوط الثاني عملهم بشكل جيد، نزول احمد امين اوفى فرق شويه من الناحيه الهجوميه، لكن المجمل هو النادي الاهلي، الهجوم، الفرص، الضغط، الهجمات وبعض الفرص القليله لامبي. هل لسوء حاله امبي ولا لانه الاهلي بالفعل مباراة بعد مباراة بيتحسن بيتقدم وبيقدم كرة جميلة؟ الأهلي طبعا، الأهلي بيقدم كرة، طبعا كرة جميلة. نعم. يمكن احنا بنتفرج في وانتوهات، يمكن كرة كريستو، يمكن حتى انا بتفرج مع الصقر انقذها البلاوطي في الآخر، مع الصقر طلبها كذا مرة. لا هو حاجة ده بيدل على الكرة الأخيرة بتاعت كريستو دي مهمة دي. يعني نعم. يعني كرة كريستو لا يا كابتن، لو كان كريستو بقى لعبها لطاهر ده كان يبقى جون عالمي. طبعا عالمي. يعني ده يبقى جون عالمي، ان بصحى الكهرباء حطها لكريستو حلوه جدا. يعني الاول امام عاشور لما حطها لكهرباء، كهرباء واحد ممكن يدخل يشوطها. هو شايف. فكريستو جايب سرعته، قام حاططها له الباس، القوه بتاعت الباس، بص الكوره بالراحه جدا. لو عملها لطاهر ده كان يبقى جون عالمي. عالمي يعني، طاهر كان يدخل بيها جوه الجون وهو ماشي، فده كان يبقى جون. بس هي طبعا صعبه جدا في قراره، وهو جايب سرعته فاستلم هيحطها على طول. بس التحرك بتاع النادي الاهلي، اللعيبه كلها بتتحرك فيه، لا مركزيه، ده شغل تكتيك. لا تكتكس يعني، مش في دي بس يا كابتن، ده في كل كوره. عشان كده انا حضرتك بتقول لي علشان النادي الاهلي فايق ولا امبي النهارده مش في حالته. لا طبعا الاهلي فايق، الاهلي فايق في الماتشات. حسين الشحات بتلاقي مثلا برده في كوره كنت اتفرج فيها انا والصقر وحضرتك علقت عليها، وهي كوره بيرسي تاو. اللي غيرها لحسين الشحات وجت في القائم. لا طبعا باصين لبعض، اللعيبه متفاهمه مع بعض. مودست انا شايف ان هو لسه مش فت طبعا، مش واقف على رجله. بس بيلعب بدماغه كويس زي ما الصقر قال، فرويد بوكس. دي مثلا الكره انا بتكلم عليها. بص حضرتك شوف الطويله، من يعني الكره دي كان نفسي تيجي من ساعه ناصر ابراهيم طلعها بدماغه.